يا كابتن سمير. دي في مباراة الهلال والشباب، فعلا احنا جبنا الحالة، وكان فعلا في طرد مستحق على لعيب نادي الهلال بسبب الفرصة المحققة وزي ما احنا شفناها والاعداد بتاعتها. وساعتها حكم الفيديو نادى تركي الخضير وخد حوالي 7 ثواني، وصمم برضه على رأيه هو من هو 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 يتكلم الخضير هو هو يتكلم عن الدقيقة 20 مش طرد كويلار. لا انا بتكلم، انا ركزت على طرد كولار اللي احنا جبناها في المباراه. لا هو مركز، هو على اللعبه هذه يقصدها. تمام، طب نشوفها مع بعض. يلا نشوفها اهي. طيب هو حسب ايه في تركي في الكره دي؟ اصفر. لا لا ما اعطى، لا 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 ما اعطى، ما اعطى له اصفر فيها، صح؟ لم يتخذ فيها قرار. لا اصل خلي بالك ده، خلي بالك يعني هنا كان ممكن هي فيها خطا، بس ما تستدعيش كارت اصفر. يعني تعدي، يعني ممكن يعني ممكن الحكام يعطوا اصفر. لا تعدي، لا لا طبعا دي بتبقى في البوردر لاين اللي تمشي في الحالتين، انما هي تكفي انها خطا فقط يعني. طيب ماشي كابتن سمير، اصلا خلاص وقد واصل مع بعض الجمهور وصلت للاخير. لا انا بتكلم على، انا فاكره كان بيتكلم على الكره اللي احنا قلنا عليها انها طرد. بص هي خربت، هي خلاص هم في ناس اخذوا منك موقف، خلاص اديهم بطاقات حمراء من اليوم ورايح وريح نفسك. بس احلى حاجه، احلى حاجه انهم زعلانين عليك اكثر من حكم المباراه. انا ما مش... ده ما حدش جاب سيرته يا كابتن وليد، لكن انا اللي حكمت. امال انا اللي حكمت كان عمل ايه؟ اهلا بك في الدوري السعودي يا باشا. طيب سؤال قبل ما ننتهي. هذا هو دوري جميل والله. انفعي